كلامنا عن طعام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وآدابه وسننه في ذلك وما وراء ذلك من دلالات أو من معاني. الحبيب عليه الصلاة والسلام أكل أصنافا عديدة من الطعام، فأكل عليه الصلاة والسلام أصناف اللحوم بأشكالها المختلفة، أكل لحم الدجاج، أكل لحم الأرانب، أكل لحم الطيور، أكل لحم الحبارة، هذا نوع طيور خاص له منقار طويل ولونه رمادي، أكل اللحم بأشكاله المختلفة، اللحم المشوي، وكان يحب الكبد يأكله أحيانا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان أكثر ما يحب من لحم الشاة لحم الظهر ولحم الذراع ولحم الكتف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان يحب أن يضيف الناس، فكان عليه الصلاة والسلام لا يجتمع عنده غداء وعشاء من لحم إلا إذا كان هناك ضفف يعني ضيوف، وكان يقول أبرك الطعام وأفضله ما اجتمعت عليه الأيدي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولم يكتفي الحبيب عليه الصلاة والسلام بأكل أنواع اللحوم المختلفة، بل أكل كذلك الجبن عندما ذهب إلى تبوك، وأكل الكباث ثمر الأراك، وكان يحب الدباء حبا شديدا. وهنا يتكلم الحبيب عليه الصلاة والسلام عن ملحظ مهم جدا في طبائع الطعام وكيف تؤثر في الإنسان، وأن كل طعام له تأثيره في الإنسان. فيقول الحبيب عليه الصلاة والسلام وهو يكثر من أكل الدباء فإنه يشد قلب الحزين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء، الدباء القرع يتتبعه في الصفحة يعني في الآنية الطعام، يأكل الثريد، الثريد الخبز مع مرق اللحم وفوقه اللحم وفوقه الدباء. وكان يأكل الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم الخبز كثيرا، خبز الشعير، ويأكله أحيانا مع التمر، كان النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الفاكهة فالحبيب عليه الصلاة والسلام كان يأكل البطيخة مع الخبز والبطيخة مع الرطب، ويتكلم عن البطيخ مع الرطب يقول يبرد حر هذا، أبرد حر هذا ببرد هذا، وأجعل برد هذا مع حر هذا، يتكلم عن طبائع الطعام. وكان يأكلهم معا يعني يستخدم يديه معا عندما يأكل البطيخ والرطب. وكان يحب عليه الصلاة والسلام العنب من الفاكهة. النبي عليه الصلاة والسلام يحب الوضوء قبل الطعام وبعده، والوضوء هنا بمعنى غسل الكفين، وهذا في نظافة. والنبي عليه الصلاة والسلام له أدعية كثيرة قبل الطعام وبعده، بعد الطعام من تلك الأدعية في بعد الطعام يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام الحمد لله غير مكفي ولا مستغنى عنه ربنا. وهكذا كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يربط كل شؤونه بذكر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يزيد ارتباطنا برسول الله ومحبتنا لرسول الله ومعرفتنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن يزيد علاقتنا برسول الله عليه الصلاة والسلام. ما هو السر من تعدد هذه الأطعمة النبوية المباركة؟ قالوا السر في ذلك أن يكون أي إنسان يأكل أي طعام له باب من أبواب التأسي برسول الله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وبارك الله لي ولكم في هذه الذكرى المباركة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.